بتنسيق مع الشركاء الأمنيين تم إحباط 4 عمليات إبحار سري أخرى وتوقيف 52 مهاجر سري، منهم قاصرين، امرأتين، 16 شخص من جنسية تونسية، 3 أشخاص من جنسية مصرية وشخص واحد من جنسية مغربية دخلوا إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية، كما تم حجز 5580 أورو. أنجزت ملفات إجراءات قضائية سيحال بموجبها سلفي الذكر أمام نيابة مستغلة.